اهلا بحضراتكم من جديد. في فقرتنا دي هنقف عند تحليل تطورات المشهد التونسي ومستجداته مع ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم اندي. الاستاذ عبد الحليم مرحبا بحضرتك. طيب المشهد التونسي احنا كل دقيقه في تطورات، كل دقيقه في قرارات من الرئيس قيس سعيد، قرارات جريئه في الحقيقه. بس قبل ما نتكلم في اللي جاي عايزه اتكلم مع حضرتك في بدايات هذا الانفجار في الشارع التونسي بشكل عام. شايف حضرتك القرارات دي ازاي واخر ما وصلت اليه تونس؟ يعني اذكر انني تحدثت هنا قبل سنتين تقريبا بالدقه مع انتخابات اكتوبر 2019 البرلمانية والرئاسية في تونس. وقلت ببساطة شديدة جدا في الخلاصة ان تونس هتعيد السنة. طبعا ده تعبير عامي مصري مفهوم باعتبار الثانوية العامة في البلد هاجس عظيم، وفكرة اعادة السنة دي مسألة مرئية انما ومخيفة، انما طبعا مفهوم ان تونس ستعود الى ثورة جديدة بحثا عن تصحيح ممكن. ليه؟ ايه اللي كان في يعني دال؟ اللي كان دال لحاجتين، واحد في تطور في الانفجارات الاجتماعيه والسياسيه، مظاهر القلق السياسي والاجتماعي. تونس توفرت فيها، ودي يمكن الميزه الوحيده التي حققتها بعد الثوره، مظاهر للحريات المدنيه والسياسيه سمحت بان تكون تقلصات والام المجتمع التونسي مرئيه في الشارع. فتدفعت الى الشارع مظاهر، اضرابات، اعتصامات، تظاهرات، جمعت الاجتماعي إلى السياسي إلى الضيق العام. ثم بعد ذلك طبعا مع تطور الأحداث زادت أوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا. اثنين، جاءت جائحة كورونا لتفترس يعني تونس الشقيقة. فتشكلت الأزمة ليس بصورة مفاجأة، من فترة طويلة جدا. جوهر الأزمة أنه ظاهرة ما أسميناه، أنا طبعا لا أستخدم تعبير الربيع العربي ده على وجه الإطلاق لأنه تعبير عجيب، ولا ثورة الياسمين ولا ثورة اللوتس، ما فيش حد استاذ رافع لوتس ولا كان رافع ياسمين في تونس ولا كلام فارغ من ده. يعني ده كلام فارغ أطلقته الميديا الغربية كنوع من أيقنة أو تحويل الظواهر إلى عجائب. في قلق، مصدره الرئيسي توحش الفساد من جهة وتوحش الإرهاب من جهة أخرى. وجماعة الإرهاب وجماعة الفساد متساندتان على ما دلت عليه كل الحوادث، واللي كنا نتكلم عن تونس ففي تونس أيضا هذه الحوادث مرئية جدا. وبالتالي الثورة اللي بدأت بظاهرة محمد البعزيزي الشاب الجامعي اللي بيشتغل بائع متجول لأنه ما لقاش شغل، وخدوا عربيته اللي عليها شوية فواكه وخضروات في سيدي أبو زيد وراح يجيبها مردوش فشرطية صفعته على وجهه فأحرق نفسه. الفكرة الأساسية أنه جوهر الظاهرة اجتماعي واقتصادي، لا ينفي ذلك وجود جوانب سياسية، لكن خلال 10 سنوات لم تتم أي تلبية للمعنى الاجتماعي والاقتصادي في تونس. ولذلك تشهد تونس إنجاز التعبير ثورة جديدة تعيد الأمور إلى نصبها، ورأت في قيس سعيد باعتباره أقرب تكوين لفكرة المواطن التونسي العادي. طبعا سوى أنه يتحدث باللغة العربية الفصحى، ده شيء مختلف عن وضع المواطن التونسي العادي، بس رجل لا ينتمي إلى حزب ولا إلى جماعة، ورجل نزيه أبعد حدود النزاهة، ورجل تكلفت حملته الانتخابية في مجموعها 3000 دولار، يعني 9000 دينار تونسي أو بالمصري يعني حوالي 46000 جنيه بأسعار الصرف الحالي. طيب يعني لم يصرف مليما تقريبا، وقادة حملته كانوا من طلابه في القانون. طيب حضرتك قلت انه ما يميز تونس بشكل عام ان هو كان الشارع التونسي يقدر كان بيعبر عن رأيه ومرئي بشكل او باخر. طيب خليني ارجع مع حضرتك ل 20 مارس 2021، كان في برضو يعني تونسيين في الشارع التونسي، الكثير من المطالبات، وكان في يعني رغبة للتوصل لحلول يمكن للمشكلات التي يريدها الشارع طبعا التونسي. المحللين في الوقت ده أستاذ عبد الحليم اتكلموا في مختلف الاتجاهات، البعض تحدث عن حوارات وطنية تونسية، البعض تحدث عن استقالة هشام المشيشي. هذا السيناريو الذي وصلت إليه تونس لم يكن موجود على الإطلاق. لا لا لا، كان موجودا منذ البداية. أنا أذكر أنه في أول تعليق لي على انتخابات تونس وصفت السيد قيس سعيد بأنه قيس تونس، يعني قياسا للفكرة المشابهة مع قصة الحب الأسطورية المسمى قيس وليلى زي روميو وجولييت. قصص الحب التي تخلد في التاريخ هي قصص الحب التي
لا تتوج بزواج، تبقى ناقصة دائما. قيس سعيد ظاهرة، قيس سعيد رجل زي ما قلت لم يقم مؤتمر انتخابيا واحدا، مفيش مؤتمر انتخابي واحد عمله. يعني هو مطلب، يعني سيناريو اللجوء للنص 80 من الدستور كان موجود، مطلب من أعماق تونس. فكانت مشكلة، أنا سميته قيس تونس ليه؟ لأنه هو محبوب تونس، يعني ده رجل ببساطة بمناسبة الكلام عن الانقلاب والديمقراطية والكلام الفارغ ده. هذا رجل حصل وحده على نحو 3 ملايين صوت. يعني عدد الأصوات التي تحصل عليها تساوي 10 أمثال أصوات حركة النهضة، وتساوي 3 أمثال كل أصوات النواب ال 217 في المجلس النواب الشعب التونسي. يعني إن هنا إذا ظاهرة خارقة للصوت، أولا أقصى فتح مورو مرشح النهضة والذي حل ثالثا، ثم بعد كده منصف المرزوق الرئيس الأسبق حصل على نسبة من الأصوات تكاد تلامس حافة الصفر. فهنا أنت إذا ظاهرة كان فيها اختراق للصوت في تونس، هذه الظاهرة كانت مشكلتها أنه هذا رجل جاء بكل هذه الشعبية الجارفة في حنين هائل لاستعادة فكرة الدولة وفكرة التطور الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتشغيل وإلى آخره، في نفس الوقت اللي صلاحياته في الدستور محدودة جدا، لأن الدستور التونسي الذي وضع عام 2014 بمعرفة النهضة ذاتها وحلفائها في ذلك الوقت كانوا يسموه الترويكا، اللي هو مصطفى بن جعفر ومنصف المرزوقي مع النهضة، وضع بصورة مضطربة جدا. فالمادة 80 هو استكى إليها لأنه كون خبرة سياسية من خلال ممارسة الحكم واطلاعه على دواليب الدولة التونسية ودرجة التدهور، ثم أخذ تعبير أن تونس دخلت في حال الخطر الداهم، ومن ثم اتخذ هذه الإجراءات. طبعا تسمية هذا الكلام بانقلاب شيء مثير للسخرية، اللهم إلا إذا كانت جماعة بذاتها تعتبر أن وجودها في الحكم ثورة وخروجها منه انقلاب، يعني دي مسخرة يعني تاريخية يعني. فلكن القضية مش قضية هي ثورة أو انقلاب، هي ثورة بكل تأكيد، وهو يحظى بشعبية هائلة. يعني الحقيقة الكبرى في تونس أن هذا الرجل وحده يحظى بالشعبية. هنا الأمر متعلق بأنه تونس لابد من إعادة ترتيب أوضاعها. هو شايف انه لابد من تحويل الدستور الى نظام يبقى فيه الرئيس هو العنصر المركزي، وده ملائم جدا للدولة التونسية اللي حوالي 11 مليون ومتجانسة جدا بلا طوائف وبلا وبلا وبلا. اتنين، انه النظام البرلماني غير قابل لتطبيق في تونس ولا في اي دولة عربية لعدم وجود احزاب قوية. هو النظام البرلماني يستقر امتى؟ على النمط الانجلو ساكسون اللي هو حزب العمال، حزب المحافظين، الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزبين فيدايا ده، ففي استقرار سياسي نتيجة قوة قيام النظام الحزبي على عمودين. خارج هذا الوضع لا يمكن للنظام برلماني أن يستقر. بنشهد مثلا اضطرابات في إيطاليا، إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية بتشكل حكومات ائتلافية ودائما فيها خلق كثير. هذا أمر لا تحتمله أوضاع تونس وأوضاع الدول العربية عموما. مشكلتها الحقيقية مع الديمقراطية أنه الحالمين بالديمقراطية، وأنا أحترم يعني هذه الأحلام، يحلمون بها على سبيل الأمنيات، يعني ماشيين في الشارع شوف فترينات هاتلي من ده. إنما الديمقراطية نشأت كضرورة اجتماعية واقتصادية، نشأت في الغرب لما الناس اللي بيدفعوا الضرائب عاوزين يعرفوا الضرائب اللي بيدفعوها رايحة فين. يعني فدي قصة مختلفة. يعني ده جوهر التخلف العربي في جزئية أنه عالم لم ينتقل إلى الحداثة إلا على سبيل القشور كما جرى في تونس، مش حداثة المجتمع، حداثة النخب لا حداثة المجتمع. طيب أستاذ عبد الحميد، بما أن حضرتك رجعت لدستور 2014، إحنا من 2014 تونس بلا محكمة دستورية، ألم يكن ده مؤشر كافي أن تونس يعني بشكل أو بآخر بانفجار أو باتجاه انفجار ليس بالهين؟ شوفي، يعني إحنا في 10 سنوات في 10 حكومات، حكومتين قبل المجلس التأسيسي اللي هي حكومة بن علي نفسه الذي هرب، ثم حكومة الراجل السبسي اللي هو بقى رئيس فيما بعد، ثم بعد كده جاءت 8 حكومات، منها حكومتين للنهضة خصفيتين حماد الجبالي وعلي العريض، وبعد كده حكومات شاركت فيها النهضة. كل هذا الانفجار موجه ضد النهضة ليه؟ لأن العنصر الجوهري المشارك في كل هذه الحكومات على مدى هذه الفترة. فثم الإخفاق في المحصلة هو بيعزى إلى النهضة.
تجدر الإشارة إلى أنه نهضة ليست حزب أغلبية في تونس، هذه خرافة بيرددها طبعا بعض الإخوة في الميديا عن غير قصد وعن غير معرفة على وجه الإطلاق. كما تماما بتمام كما وصف في بعض جوانب الميديا المصرية قس سعيد نفسه في أنه إخواني، يعني في خربطة ما فيش حد، يعني أنا أدعو ببساطة في حاجة في الفقه الإسلامي اسمها من قالها لا أعلم فقد أفتى، مش مشكلة، إنما يفتي من غير ما يعلم دي مصيبة حقيقية. فهنا الفكرة الأساسية إن النهضة كل اللي استثمرته تمكين، يعني عينوا 150 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة حتى في القضاء، يعني ده فكرة التمكين. الوضع الاقتصادي زي كلنا شايفينه ناقص 8.6% في العام الأخير، في نسبة بطالة 17%، في ديون جوازت 100% من الناتج الإجمالي القومي الإجمالي لتونس، في أوضاع صعبة، في نفس الوقت حيوية مجتمع وفي مجتمع مدني قوي. فلما نتأمل الدائرة المحيطة بالرئيس قيس سعيد في هذه اللحظة هنجد أنه أولا أغلب التنظيمات النقابية والاجتماعية خاصة اتحاد الشغل وهو أكبر منظمة نقابية اجتماعية من أيام بن علي ولها أثر كبير. اثنين، هذه دائرة. الدائرة الأخرى أنصار قيس سعيد نفسه، تنسيقيات الشباب. الدائرة الثالثة أحزاب سياسية تقدمية على رأسها التيار الديمقراطي وحركة الشعب الناصرية وغيرها. فهو عنده دوائر ممكن أن تسميها الحزام السياسي والنقابي. آخر استطلاع للرأي بيقول إيه؟ بيقول إن الإجراءات نالت استحسان نحو 90%، 87% تحديدا، واللي رفضوها حوالي 3% او 5%. فده عاكس التوازن في هذه اللحظة. هذه سيادة الترحيب من قبل الأحزاب او مختلف الأطياف في تونس على قرارات السيد الرئيس قيس سعيد بتيجي معاها بالتوازي مطالبة بخريطة الطريق. انا عايز اعرف وجهة نظر حضرتك ورأيك واهم ملامح خريطة الطريق. انا رأيي الكلام عن خريطة الطريق كلام متعسف ومصطنع، لانه ببساطة شديدة جدا أنا تقديري أن قيس سعيد الذي استخف به السياسيون المعترفون على أساس يعني خلفيته غير السياسية، الحقيقة هو الحس الشعبي عنده. لاحظ أنه لما كان في القاهرة، لما زار القاهرة زيارة الوحيدة تقريبا الرسمية، ذهب إلى ضريح جمال عبد الناصر وكتب كلمة شديدة الحرارة إلى جمال عبد الناصر، فدي أوضحت ميله بالضبط، إضافة لموقفه ضد التطبيع وغيره وغيره. فهنا هذا الرجل الذي استخفوا به طلع انتهى به الأمر معه بإخلاصه وبنزهته إلى أنه أصبح أقوى رجل في تونس الآن. الدوائر اللي قلنا أنها بتأيده وهي أغلبية شعبية، كمان دوائر الجيش والأجهزة الأمنية تؤيده وتقف خلفه. لأن في نقطة معينة يا أخوانا بتوع الديمقراطية اللي اتكلموا عن الديمقراطية، هو في إمكانية لبناء ديمقراطية في فراغ لا نهائي ولا في دولة؟ يعني أنا من غير دولة هقدر أبني عدالة، أقدر أبني ديمقراطية، أقدر أبني حياة؟ ففكرة تحطيم الدولة أو إقامة دولة موازية هذا واحد من خطوط عمل من يسمون أنفسهم بتيارات الإسلام السياسي أو تيارات الإخوان. ولكن وهذه التيارات تزبل في العالم يعني العربي. مش بتفق مع حضرتك في هذه النقطة المتعلقة بخريطة الطريق، لأن المطالبة بخريطة الطريق في هذا التوقيت هو أهم شيء، لأن إحنا يمكن في قرارات تم اتخاذها من قبل السيد قيس سعيد، ولكن البعض يطالب أو يعني يريد معرفة من هو رئيس الحكومة الجديد في تونس. هل يعني سيكون هناك تعديلات دستورية؟ يعني هل في انتخابات برلمانية؟ أنا تصوري أن الرئيس قيس سعيد خطته ببساطة أنه واحد إقامة محاكمات عامة للفساد والإرهاب، وقد بدأ بها بالضبط من أول ما أتكلم عن 460 من الحيتان. اثنين، تعديلات دستورية تحول النظام أو الدستور إلى نظام رئاسي بوضوح شديد جدا. في أثناء ذلك لابد من تشكيل حكومة بمعرفته. لكن فكرة البرلمان أو تجميد البرلمان، لنلاحظ أن القرار الرئيس المنشور في الجريدة الرسمية التونسية بيتكلم عن تجميد البرلمان لمدة شهر قابل للتمديد. يعني عشان يعني لكي لا يقع إحساس بأنه في نهاية هذا الشهر 25 أغسطس القصة انتهت. على الجانب الآخر النهضة اللي هي جهدت وجاهد راشد الغنوشي اللي بدأ حياته سياسيا ناصريا ثم تحول إلى الإخوانية في السبعينات وغيره، وحول اسم حركته كذا مرة من الجماعة الإسلامية اتجاه الإسلامي للنهضة، هو نفسه اتكلم منذ سنوات في محاولة لتقديم صورة جديدة أنه ليس إخوانيا، أنه مش تبع الإسلام السياسي خالص، أنه مش عارف إيه كذا. لكن في النهاية
الدلالة الاجتماعية لجمهور النهضة وجمهور الحليف اللي هو اسمه ائتلاف الكرامة السلفي هي دلالة سلفية تماما. تونس اللي تكلم ان الدنيا كلها عن درجة حداثتها وحقوق المرأة المخرمون من 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 هي أكبر مصدر لظاهرة داعشية في العالم العربي. ما علينا أن نعي فكرة التحديث القشري، هل هو تحديث حقيقي شامل المجتمع بصورة توازنت فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية مع الجوانب الثقافية ولا لا؟ ما أنا ما أقدرش ألبس برنيطة كده فبقت أفرنجي، وبقيت ألبس طربوش فبقيت مش عارف إيه، دي مسخرة. في بين تونس ومصر عناصر مشتركة زي كل الدول العربية، لكن كمان في خلاف في التفاصيل. المواجهات في تونس ليس بالضرورة أن نتوقع أن الرئيس قيس سعيد سيلجأ إلى حل حزب حركة النهضة مثلا. مثلا يعني كما تطالب بعض الأصوات هناك، لكن سيلجأ قيس لأنه ده غير متسوق مع الـ 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 الوضع التونسي في هذه اللحظة. الوضع التونسي في هذه اللحظة أن حركة النهضة نفسها تشهد انشقاقات حول كيفية مواجهة الرئيس قيس سعيد. يعني في الأول الغنوشي راح قدام البرلمان وأوحى أنه هيعمل رابعة تانية قدام البرلمان، ثم انسحب بعد ساعة. وبعدين كان هناك ترتيب لاستدعاء هشام المشيشي في لقاء على قناة الجزيرة يعلن تمرده على قرارات قيس سعيد، فشل هذا الترتيب بإغلاق مكتب الجزيرة. ثلاثة، الغنوشي الآن بدأ يتكلم استنجاد بالآخر، الاستقواء بالأجنبي، أوروبا أو أمريكا. أحد قناة النهضة التابعين للغنوشي محمد المصمود اتكلم عن أنه أمريكا المفروض ما تديش المليون جرعة لقاح فايزر لتونس. شوفي إلى أي مدى فكرة التمكين أهم من الوطن وأهم من الشعب التونسي. الأخ الغنوشي اتكلم مع الصحيفة إيطالية امبارح عن فكرة ان احنا يعني على طريقه اردوغان ان احنا هنبعت لكم هجره غير شرعيه نص مليون تونسي. في محاولات للاستقواء بالاجنبي. ايضا الوضع الذي يجري في تونس مؤثر جدا على الوضع في المغرب العربي عموما، او ما يسمى بين قوسين بالاسلاميين في المغرب العربي. لاحظ ان في انتخابات الجزائريه الاخيره حركه مجتمع السلم لم تفز كما كان يتوقع الكثيرون. أيضا حزب العدالة والتنمية الحاكم جزئيا في المغرب في تراجع. أيضا الإخوان في ليبيا يسعون بالأنياب والمناكب إلى منع حدوث انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لأنهم يثقون في النهاية المحتومة. ففي مصائر محتومة اللي هي فكرة خروج الإخوان من التاريخ المرئي. طيب. بتاخد صور متعددة في كل بلد بحسب ظروف تفصيلية. من ضمن الظروف التفصيلية الخاصة بالوضع التونسي انه قوة المجتمع المدني من جهة وتجذر فكرة الحريات قد لا تدفع الرئيس قيس سعيد الى الاقدام على قرارات مباغتة يلجأ اليها سريعا من نوع حل حركة النهضة، بل هو يعمل على اضعاف حركة النهضة بدفع الامور بعد الترتيبات الدستورية الى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. لأن حركة النهضة عن 54 مقعد دلوقتي من 217 مقعد، لو افترضنا أنها تتردى لنصف هذا التصويت فيبقى قصة حركة النهضة انتهت. طب ومن وجهة نظر حضرتك، هل حركة النهضة ستمتلك أي أوراق من الممكن أن هي تراوغ بها؟ واحد، هي أوراقها مكشوفة، هي دي المشكلة. الورق المكشوف ببساطة هو حاول أن هو يقول أنه الغنوشي أنه سيواجه جماهيري، ثم لم يجد جمهورا لكي يواجه به جمهور قيس سعيد. هو لو لاقي ما كانش اتاخر. اتنين، لجأ لفكره ورقه الاستقواء بالاجنبي الاوروبي او الامريكي او غيره. ثلاثه، الورقه الثالثه هي ورقه العنف. يعني معروف ان حركه النهضه خطاب عموما، خطاب الغنوشي خطاب مزدوج، وبصفتي اخوانيا يعني اصيلا، فالاخوان عندهم فكره انهم حولوا الكذب من عاده الى عباده، حولوا العجل ابيس كده بيعبدوه، خلاص حرب خدعه ومش حرب خدعه وكلام من ده. فالفكره دي كلها لا تخفي انه حركه النهضه لها حزب تنظيم سري اللي هو الجهاز السري المسلح، يقال طبعا بغير تدقيق بس ده كلام من مصادر تونسيه، ان في 21 ألف عضو، وانها من ايام اغتيال برهمي وشكري بلعيد في اضطرابات 2013 تدخلت في القضاء، وده سر انه قيس سعيد حرص على ان ياخذ موقع النيابه العموميه فكره الادعاء، لانه في الايام المقبله هتحدث
محاكمات كتير جدا. حركة نظر من الجانب الآخر في ناس بيقولوا راشد الغنوش كفاية، الراجل بقى في وضع صعب جدا من حيث سنه وصحته، وفي نفس الوقت في رغبة في التجديد والاندماج في الحركة المسيرة للرئيس قيس سعيد، في وضع يعني مش ليس وليد اللحظة بقاله فترة، بس قرارات قيس سعيد عملت دور في تعجيل هذه التناقضات. وفي في الجانب الآخر الجانب الإرهابي أو الجانب التنظيم السري المتحالف بالطبيعة كما كان الأخوة في مصر مع داعش وأخواتها ومع القاعدة ومع ومع التنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا. يعني هو الأهم إن إحنا هنرجع، هذا وارد إن يحدث صدام. هنرجع يمكن أو هختم حواري مع حضرتك بكلام الرئيس قيس سعيد، إن هو إن هي ما يحدث ليست مجرد خطة إنقاذ، بل هي خطة لتصحيح مسار الثورة التونسية التي أبهرت العالم. على كل حال الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أندير، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا التحليل للمشهد في تونس. ربنا يحفظك. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.